مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم الى هذا الملخص لمباراة النادي الرياضي البنزرتي والنجم الرياضي بالمتلاوي هنا في ملعب البصيري ببنزرت. اللقاء لحساب الجولة الثالثة اياب لبطولة الرابطة المحترفة الاولى. اول مباراة تجمع المدربين معالج واليعقوبي، لقاء بقيادة الحكم الدولي الصادق السالمي يساعدوه جمال الدرعي ورمزي الحرش. وانطلاق المباراة هنا في ملعب البصيري ببنزرت. 9 دقائق لعب في هذا الشوط الأول. أول كرة ثابتة في المباراة تتاح لصالح النادي البنزرتي. تتنفذ مقاومة خطيرة وجانبية، فرصة هدف ضاعت على بن فرج. يتنفذ التماس طويلة للكرة، شهاب بن فرج يرجعها أولى والثانية فوق مرمى الحارس نعيم المثوثي. في الشوط الاول 10 دقائق ما زالت تفصلنا على نهايه الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول. تتنفذ مقوسه في القائم الثاني البوسليمي راسيه، ضربه مرمى لصالح النادي الرياضي البنزرتي. التوقيت 38 دقيقه لعب الى حد الان. الكالي بانغورا باهي العمليه اختيره، فرصه هدف للنادي البنزرتي وضاعت الكره. ضاعت الكره على جمال دي شتال، ضاعت الكرة باش يتولى التنفيذ. شتال ينفذ فوق مرمى الحارس اشرف كرير. ترجع الكرة من جديد في هجوم لصالح النادي البنزرتي. مراوغة أولى وثانية، التحذير لنادر الجربي. يحط كرة على ساقه اليمين يسدد فوق المرمى. وأعلن حكم المباراة الصادق السالمي نهاية النصف الأول من المباراة بالتعادل بين النادي البنزرتي والنجم الرياضي بالمتلاوي دون اهداف. انطلاق الشوط الثاني من المباراه، لقاء النادي البنزرتي والنجم الرياضي بالمتلاوي. شوط اول انتهى نتيجه التعادل دون اهداف. تابع هذه العمليه خليل بلبوز يوزع الكالي بانغورا، جمال دي شتال مطالبه بمخالفه صادق السلمي قريب من العمليه يقول ما فما شيء. تتنفذ اختيرة وهدف، الهدف الأول لصالح النجم الرياضي بالمتلوي عن طريق علاء البوسليمي. علاء البوسليمي يقوم بدور دفاعي كبير ثم يقدم في هذه الركنية تسديدة رأسية يفتتح النتيجة. الدقيقة الثالثة من هذا الشوط الثاني. عالية الكرة البوسليمي، شوف دور دفاعي لعلاء البوسليمي وأيضا هجومي بتسجيل الهدف. فرانك سيدريك يخرج قبله نعيم المثوثي، لمن سيكون التنفيذ؟ حليم الدراجي ينفذ راسيه خطيره، كانت فرصه هدف التعادل، فرصه هدف التعادل لصالح النادي البنزرتي ضاعت بعد تسديده راسيه. خليل ساسي يلعب مع الكالي بانغورا، خطير بانغورا، فرصه تعديل النتيجه وجانبيه. كره تتواصل العملية لصالح النادي البنزرتي، اختيرة اختيرة العملية الكالي بانغورا يحذر التسديد، ضغط متواصل خليل بلبوز، هجوم معاكس لأبناء المتلوي. فؤاد التيمومي يلعب مع المرزوقي محمد إيهاب المرزوقي، اختيرة العملية والتسديدة من محمد إيهاب المرزوقي. كرة ثابتة لصالح النادي الرياضي البنزرتي، الدراجي ينفذ مقوسة راسية وهدف التعادل، هدف التعادل لصالح النادي الرياضي البنزرتي عن طريق أمدو سابو. الدقيقة 29 من هذا الشوط الثاني، هدف التعادل. رجعت الكرة من جديد لصالح النادي البنزرتي، أمدو سابو ممتاز هذا اللاعب، فرصة لصالح النادي البنزرتي وتضيع. ممتاز أشرف كرير في كيفية التصدي. علاء البوسليمي يلعب كرة طويلة في اتجاه فرانك سيدريك. جمعة خليج التسديد مباغتة، سيمي جندوبي ما خذاهاش. وأعلان الصادق السالمي نهاية المباراة بين الفريقين بالتعادل هدف لهدف. هدف علاء البوسليمي ثم أمدو سابو عدل النتيجة، وهكا يكون التعادل الثالث بين الفريقين لحساب البطولة الوطنية النادي البنزرتي والنجم الرياضي بالمتلوي.